حول الموضوع في اتصال سابق من العاصمة الأردنية عمان مع الدكتور حسن أبو هنية خبير في شؤون الجماعات المتشددة، قال إنه بغض النظر عن صحة ما تعرض له الجولاني أصيب أم قتل، فإن جبهة النصرة باتت وحيدة، وأنه منذ أكثر من شهر بدأت عملية تفكك ما يسمى بهيئة تحرير الشام وهي النصرة سابقا التي تعاني من خلافات شديدة. وأضاف أبو هنية أن جبهة النصرة باتت أكثر ضعفا وتفككا بعد تخلي بعض الداعمين لها. باعتقادي بانه سواء قتل فعلا الجولاني او اصيب بالغاره الروسيه، يبدو ان جبهه النصره باتت وحيده. نحن نعلم بان منذ 23 كانت يناير تمكنت جبهه النصره من استقطاب عدد من الحركات تحت مسمى هيئه تحرير الشام، لكن منذ اكثر من شهر بدات عمليه تفكك هذا المنظمه الجديده، وانسحبت مجموعه نور الدين زنكي، ثم مؤخرا انسحبت جيش الاحرار، وقبلها انسحبت شخصيات عديده في مقدمتها الشيخ المحيسني وكذلك العلياني، فضلا عن حركات عديده. وبالتالي بصرف النظر عما هو مصير الجولاني، فاعتقد ان ثمة خلافات عديده داخل مكون هيئه تحرير الشام وداخل مكون النصره، وخصوصا منذ اعلانها عن تشكيل جبهه فتح الشام وانفصالها وفك الارتباط عن القاعده. اصبحت هناك اجنحه كثيره متنافسه، بعضها يريد ان يرتبط بالقاعده بشكل مباشر، وبعضها ربما يريد ان يبقى في الشان المحلي، وبعضها يريد ان يعمل في الشان الاقليمي. وبالتالي جبهه النصره باتت اكثر ضعفا واكثر تفككا، وخصوصا مع تخلي بعض الداعمين عن هذه المنظمه. لا شك بان جبهه النصره باتت اكثر ضعفا منذ انسحاب اكبر مسؤولين شرعيين في هذه في منظمه هيئه تحرير الشام وجبهه النصره، سواء كان عبد الله المحيسني او مصلح العلياني. ولكن مؤخرا ايضا قبل 3 ايام تم استقاله ابي جابر الشيخ، هاشم الشيخ ابو جابر، الذي كان عين كمسؤول لهيئه تحرير الشام. وبالتالي باتت جبهه النصره تكاد تكون وحيده، وحتى هذه الجبهه تتعرض لضغوطات وتتفكك وتشهد انسحابات عديده، اما من طريق شخصيات كالحيثني والعلياني، او من خلال منظمات وهيئات، او من خلال بعض الاجنحه التي باتت تطالب بنهج مختلف عن نهج الجولاني في اداره جبهه النصره. لا شك بان التسريبات الاخيره التي ظهرت منذ اكثر من اسبوعين كشفت عن خلافات كبيره بين العسكريين، بان هناك العسكريين والامنيين لا يقيموا اي وزن او احترام للشرعيين، وهذا ما دفع المحيطني والعلياني الى تقديم الاستقاله، وكذلك مجموعات اخرى. وبالتالي الصراع بين الجناح العسكري الامني والجناح الاعلامي والشرعي اصبح كبيرا، وباتت جبهه النصره تعاني من حالات من الضعف. لا ننسى بان ايضا جبهه النصره شهدت مؤخرا كثير من الانتقاد، من سواء من قياده القاعده الظواهري كان قد بعث برساله ينتقد فيها الجولاني ويتهم بالغدر والخيانه، وكذلك منظري الجهاد العالمي، كثير من هؤلاء بداوا ينفضوا ايديهم من دعم الجولاني. وبالتالي كثير اصبحت الخلافات بين اجنحه النصره وخصوصا الامن العسكري والاعلام الشرعي واضحه للعيان. لا شك بان الجولاني خلال سنوات طويله عمل على توظيف الشرعيين مختلف الجنسيات لتثبيت شرعيته بشكل كبير، لتثبيت سلطته كمسؤول عن جبهه النصره. وبالتالي ربما مع التطورات الاخيره التي حدثت في ادلب، بدات كثير من الشرعيين يشكوا في مساله استغلال، وكما ذكرت التسريبات بان الامنيين والعسكريين في داخل جبهه النصره المقربين من الجولاني كانوا يتحدثوا بلهجه فيها نوع من الاحتقار والامتهان للشرعيين، بوصفهم بالمرقعين وبوصفهم باوصاف سيئه، وهذا ما دعا كثير من الشرعيين الى الاستقاله. بالتاكيد بان الان جبهه النصره تعاني كثيرا على الصعيد الشرعيه الدينيه بشكل كبير، نظرا لانسحاب عدد من الشرعيين. لا اعتقد بان ربما هذا سيفتح المجال، يعني ما حدث مع الجولاني وما حدث من تفكك هيئه التحرير وكل هذه التطورات الاخيره ربما تفتح المجال لاعضاء اخرين كانوا رافضين لانفصال مثلا جبهه النصره عن القاعده، امثال ابو القسام وكذلك ابو جليبيب وبلال خسات وس
وغيرهم من القيادات الذين ينتظرون ربما تأسيس قاعدة على أنقاض جبهة النصرة وهي التحرير الشام. أعتقد أن الجناح المعولم مجموعة خراسان تحاول أن تنشئ كيان يرتبط بالقاعدة مباشرة ويعيد تأسيسها، وبالتالي ربما تكون خسارة الجولاني هي تشير لصعود جناح آخر مرتبط أكثر.